إلى التفاصيل، وصل رئيس الجمهورية السيد محمد دول عبد العزيز بعد ظهر اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 28 المقررة يومي 29 و30 من مارس الجارية. واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار علياء الدولي في عمان من طرف صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، محاطا بعدد من أعضاء الحكومة والديوان الملكي الأردني. شرف سلام قف. وكان رئيس الجمهورية قد غادر نواكشوط فجر اليوم متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 28. وودع رئيس الجمهورية في المطار من قبل الوزير الأول السيد يحيى الحدامين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام يضم السادة يسلكون أحمد زيد به وزير الشؤون الخارجية والتعاون المختار اللجاي، وزير الاقتصاد والمالية أحمد الباهية، مدير ديوان رئيس الجمهورية محمد ولداف، رئيس سلطة منطقة واليب الحرة، ودادي السدهيب المندوب الدائم لدى لموريتانيا لدى جامعة الدول العربية أحمد الباه الملقب حميدة مستشارا برئاسة الجمهورية، سيدنا سخنة مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد وللطالب مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسين وللناجي مستشارا برئاسة الجمهورية، محمد الشيخ ولسيدي محمد مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة.